السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على حيمودي عيد ما نقول بالك نتحشى ما نهدرش عليه بالك من بالك نحترم له كمي كان عربيد بصح كمسير. اسمح لي حيمودي، يعني ما على ما قلت انت الخميس الجمعة السبت الحد رانا داخلين في 5 ايام، وهذه بالك هذه تقعد بالك ما دار هذا الكلام تاعك صالح، ما دار حياة في الفوكاهة. ربما حيمودي يعني راه كاسم خضرة فوق الطعام. اهدرها خطرة السيد كوسا تاع سطيف تاعنا اللي هو نحترموه وراجل كبير وربي يطول في عمره. تلاقيت به خطرة في سطيف، انايا تلاقيت به قصرت معاه، يعني والله لا ما شاء الله راجل يخاف ربي، راجل منان، يعني خدمه في وقت كانت النية بصح. انا تبان لي بلي شنو اللعابة اللي كانوا يحرقوا، شحال من لعاب ركب بوطي وحرق، هذوك فايقين، هذوك فاقوا، هذوك داروا في الشامبيونا وفاقوا، مساكين عطاوها. هذوك اللعابة اللي حرقوا هذوك هما الفايقين اللي راحوا لاوروبا، صحيح راحوا، هذوك هما الفايقين. واللي فاقوا الوالا باش تعقلوا عليها، يعني هذه صرات في 2002 الالعاب الاولمبيه اللي دارت في سيدني في استراليا، فيها لي بوكسير فيها بنا هربوا من الوفد، هذوك فانيك فاقوا، هذوك فاقوا في الاولى وراهم ناجحين. انا ديجا واحد بوكسير بنا من مستغاليب تلاقيت به بزوج خطرات جا فاكونس لدارهم، هذو اللي هربوا والله الناس تعرف بهم، هذو فاقوا. سمعوا انتوما، ايا قولوا لنا شحال سؤال مطروح، انا غادي نطرح لكم سؤال، قولوا لي يعني سؤال مطروح، كم من حيمودي في قطاعات اخرى؟ كم من حيمودي في قطاعات اخرى لا يعلم ماذا يجري؟ او اي 400 مباراة في القسم الثاني، كاينه 400 مباراة تلعب جولة 400. اسمعوا، مش انا قلتها، هو قال اسمعوا اسمع. يا لا اله الا الله محمد رسول الله، هاولي ما تلومونيش كي راني نشكر في المنتخب المغربي ونشكر في الاداره تاع القطاع، ما تلومونيش الله يرحم الشوابي، ما تلومونيش، راني عارف روحي شنو نهدر، ما تلومونيش لا بغيتو ربي ما تلومونيش، راني عارف روحي شنو نهدر يا جماعه، الله يرحم الشوابي ما تلومونيش. كاني نقول لكم اودي المغرب يعني تطوروا في الرياضه والاداره تاعهم ولقجعوا منا ومنا، ما تبقاوش تلوموني الله يرحم الشوابي، ما تقولوليش انت راك تهدر على المغرب وكسرت على المغرب وراك تشكر في المغرب، الله يرحم الشوابي ما تلومونيش، اعطوني شويه حق برحمه الوالدين، راني كجزائريين اعطوني شويه حق، ما تلومونيش كي راني نشكر في المغرب، راني عارف روحي خاطر انا هذا البوله انا خلمزت لي راسي، انا اونسيا غارديا هنا في تادلس من 84 حتى 2006 وانا نلعب غارديا، لعبت مينيم كادي جينيور سينيور، لعبت من 92 من 91 من 91 طلعت 17 عام 91 غارديا، من 91 وانا غارديا في لي سينيور حتى 2006، الله يرحم الشوابي ما تبقاوش تخربوا، خاطر بولا انا نعرفها مليح، بولا نعرفوها مليح، ما تبقاوش تخربوا لنا في رسالنا الله يرحم الشوابي. لا اله الا الله محمد رسول الله والله العظيم، او كاين 400 مباراة. سمعوا اصاحبي سمعوا، القسم الثاني رانا لاعبين 400 مباراة. لا اله الا الله محمد رسول الله، لاعبين 400 مباراة القسم الثاني رانا لاعبين 400 مباراة. هذا راه رئيس لجنة التحكيم تاع الموند كامل، على بالك تحسب، اسمحوا لي تحسب الشامبيونات تاع الجزائر، الشامبيونات تاع انجليز، الشامبيونات تاع فرنسا، 40 نديروها غير 40 من بومبابا، نديروها 39 مباراة 39، انا لا اله الا الله محمد رسول الله، عاودي 400 مباراة عاودي عاودي اسم القسم الثاني رانا لاعبين 400 مباراة. ننظر على بالكم بلي ننظر،
نقول كيفاه راني نكميز جباكي، كيفاه نكميز جباكي، كيفاه في الفطار في رمضان راني نكمي باكيه والفطور، كيفاه علاه وصل من هذا الصوالح؟ كي تسمع هذا الصوالح تسال زوج كوارا باش تكذب روحك، باش تقول بلي باش تخمم مليح شا تهدر لازم لك زوج كوارا باش دير فيديو، ولازم دي فوا تحبس تكمي قارو وبعد تكمل الفيديو. لا اله الا الله محمد، راهو 400 مباراه في يعجز المرء الله العظيم، يعجز المرء عن التعبير لما تفوه به نائب رئيس لجنة التحكيم جمال حيمودي بقوله 400 مباراة في القسم الثاني لا وجود لأي أخطاء تحكيمية وقع حادثان فقط. المفروض بعد هذا الكلام الذي لا يمد لأي صلة بالواقع يتم إنهاء مهمه مباشرة. نورمال مكود هذا التصريح قالوا أي حبس راك حابسيه، صدمة وهاجس وحيرة لما آلت إليه كرة القدم الجزائرية والرياضة بصفة عامة. لماذا؟ لأن التصريح حيمودي لا يمد يعني لا يدلي على أنه لا يعلم يعني فيما يحدث حوله، لربما لديه التزامات أخرى أو هو معزول أساسا فيما يخص التعيينات ومتابعة، أم هو مجرد اسم تم تنصيبه لاهتمام بأمور أخرى متعلقة بالمذاق يعني ما نحضرش والله. كما يقول المثل التمس لأخيك 70 عذر. فليعلم نائب أنه في الجولة الماضية فقط جولة 25 لدينا 12 حالة، هكذا حال بلدنا، تنصيب مسؤولين ومسيرين لا يعلمون ما يجري في قطاعهم. لهذا أصبحت الجزائر تتحرج إلى القاع في العديد من المجالات. السؤال نعاوده وهو مطروح، كم من حيمودي في قطاعات أخرى؟ يعني نقولوها احنا مسؤولين على كلامنا، راني نهدر أنا مسؤول على كلامي، برحمة الوالدين، برحمة الوالدين. هذه كاع لعنة الحاج محمد راهو راه يتخلص فيكم، ولعنة المرحوم محفوظ قرباج يتخلص فيكم. بصح ارجو نقول لكم كلمة، كاين ناس راهي مستفادة وراهي تدخل الدراهم كحلين في هذه المشاكل اللي راهم صارين، لي زاربي تلبيع الدراهم وكل شيء راهم صارين. يعني شوف نقول لكم كلمة، يعني مكاش انا نقول لكم راهم يدخلوا في دراهم كحلين. بارتيا على بالك هل تعلم صديقي العزيز، غادي نعطيك حاجة أخويا، نعطيك حاجة برك قسما بالله، نعطيكم حاجة برك. على بالك بلي كاين بن عكنون ولي زيكيب لي راهم يعني في مع خميس مليانة، على بالك بلي راهم ينيقوسو من المليار الفوق، من المليار الفوق، بارتيا غادي تلحق من المليار الفوق، غادي يشبع غير الجيعان، يسمنو غير الكلاب الهايمة، غادي يسمنو بارتيا تاع خميس مليانة، تاع خميس مليانة لي غادي تلعب يعني بنعكنو كلش لي زيكيب لا بيطيحو يقلبو بنعكنون. والله ما بنعكنون كاع اي لاح قايل اي رايحه من المليار فوق، رامي نيقوسو من المليار فوق، وزيد فانيك كاين دي زيكيب لي غادي يطيحو فانيك مع هذه خميس مليانة، كي طاحت لها خميس مليانة على بالك راهي من 300 400 مليون فوق. هذه يا خويا، وهذه راني نعطيكم بالرسمية، راني نعطيكم بالرسمي، كي يسمعوها يعرفوا واش راني نهدر، يعرفوا مليح واش راني نهدر، راهم عارفين واش راني نهدر، أنا نقولكم راهم عارفين مليح واش راني نهدر. هذه يا خويا، هذه اللي بدا نقولها لكم، شعمل القطاع قولولنا، قولولنا شعمل القطاع كاين كيما حيمودي. هذه يا خويا، هذه يا
ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحة رمضانكم خاوتي.